الريد فلاكس بتاعتك. واه الرايات الحمر، استغفر الله العظيم، هترجعونا للجاهليه تاني ولا ايه؟ قول لي ايه هي الريد فلاكس بتاعتك؟ يعني حاجات كتير، بس انت لو حددتي بالظبط انت عاوزه تخليني. هو ايه الريد فلاكس دي؟ ايه هي الريد فلاكس بتاعتك؟ شوف انا ماليش في الرد، لكن احب الفلت، لاني مره كنت بفلت على واحده كان عندها مغص، عارفه اديتها ايه؟ ايه؟ قرص كيتو. الخيانه بالنسبه لك ايه؟ الخيانه احساس صعب. عيد ميلاد اللي فات اول ما طفيت الشمع يا دوب ولع الدور، ببص على مرتي. ايه لقيتها بتخونك ورا العمود؟ لا لقيتها بتعمل كده، ببص على التورته ما لقيتش حته الشوكولاته اللي مكتوب عليها اسم المحل وانا بحبها، قلت لها حاجه كريزه، ببص على الكريزه ما لقيتهاش، ببص على العطر لقيته بيعمل كده، وقمت افففها على التورته لم انه كلها ولا خلانا ناكلها، ببص على التورته لقيتها ورا العمود. الخيانه بالنسبه لك ايه؟ لو مبرره دراميا اتس اوكي. الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انا ارفض دور الزوج المتخان كيف الاستاذ احمد العوضي. انت حتى قبل كده قالك ان انت لازق. ايوه استاذ احمد العوضي. ممكن تضحي بايه عشان علاقتنا؟ بيك انت طبعا. ودي اخلاق؟ انا ما عنديش اخلاق. اضحي عشان علاقتنا؟ ايه دي؟ ده ابويا ما بيضحيش في العيد، ابويا حرامي الدامع. هو انا لو في يوم احتجت ايد تطبطب عليا يا ترى الاقيك جنبي؟ كبير انت سرحت مني تاني؟ يا كبير. والان ساعات قليله تفصلنا عن اعلان النتائج. ساعات ايه؟ انا عندي دوالي. اوكي خلاص. والان دقائق قليله تفصلنا عن اعلان النتائج. المتسابقين واقفين شمال ويمين سمع ضربات قلبهم، وقريب قوي هقول لهم عن مين اللي فاز ومين اللي هيبقى زوجي المستقبلي. سكسكيوز من الجميع، كله ينتبه لي، كله يبص لي، عايزه انتباهكم معايا. اللي فاز هو هاجرس. او حرام عليك يا روحي، بس لعبه. الكبير ان شاء الله. لا او ان شاء الله مش تفادي. طب وانا؟ لا انت اتشطبت اصلا من المسابقه. الفائز هو حبيبي جوزي كرة عيني، هو هيبقى الكبير. تعالى العريس اهو، العريس اهو. انا عايز اعرف بتحبوه على ايه؟ في ايه احسن مني؟ مش مشكله يعني، انت ابويا برضك. مبروك يا ابوي. حتى العفريت رفضتني اهر. يا شندلتي يا حندلتي. شفتي؟ وليه يا فجر؟ كنت متضايقة قوي إن درتك مدرسة فرنساوي. درتك بقت عفريتة. ألف مبروك للعروسين بالرفاتي والهلوين. يا دي الحاجات دي مش لايقة على بعضها. بالرفاتي واليقطين. يا دي المشكلة في الرفات أساسا. أنت إيه اللي جابك؟ هتجوز غصب عنك وأنت أصلا مش معزوم. دي نسيت، دي اللي هتجوزها باللي عليها. يا مديونة؟ خدي لي العلم العفاريت، خلصيني منها. يلا تعالى. يلا خلاص خلاص تعالى يلا اصلا دلوقتي. يلا اعجلي يا بنت لما يتقفل عليكوا باب واحد. قلت لك احنا مش غرب. يلا. ايوه يلا. لا 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 انا ما هتجوزش بالطريقه دي. انا ما كملتش تعليمي. الانسي مننا ايه غير شهاده؟ ومين قال لك اني مش هخليك تكمل تعليمك؟ ادرس وانت معايا. وانت هتحتاجيني؟ ده انت 95 سنة سنجل. مش عارفة اشمت فيك ولا ازعل عليك، اللي على وشك ده انا عشت فيه سنين. دوجو يا بنت انا كنت سنجل 6 سنين بس، وخدتك تاتا تاتا والدنيا الكل طقم حقه، لكن انت فاجر. انما دي كبير. احب اقول لك I am ready. يلا يلا دقيقة دقيقة دقيقة. انا كعريس ما عاوزش اتجوز سكتي، لازم الفرح الناس تحكي وتضحك عليه، انا مش بايره. ايه ده؟ انا ما اقدرش ازعلك، احلى فرح واحلى زفه مستنيينك بره. يلا يلا يلا. Thank you.
كنت سيبيهم، ده انا كنت لسه نجتهم بفلوس حرام، وكانوا لسه هيسخنوا ويرشوا ميه ساقعه على بعض. يا كبير ممكن بس تخليها تشوف لي فامباير قريبتها ولا حاجه، بس اهم حاجه اهلها ما يمصوش دمي في الطلبات. كبير مش يلا بقى ولا ايه؟ يلا بينا. على فين؟ يلا عشان نروح لاهلي. هم الناس المراهقين دول مين؟ مراهقين يا كبير، دول مضروبين. ايه يا سامح انت وهو؟ كلكم ضربتوا في الخناقه؟ ما حدش ضرب. خناقه ايه؟ دول البرايت سميت بتوعي، وبعدين اهلي ايه اللي هيجيبهم؟ لازم اول زياره انت اللي تروح لهم، دي الاصول. ايوه اكيد اهلها مستنين على احر من الجمر. ما طبيعي يا ياد، ما هم اصلا عفاريت، يعني محوحين خلقه. ايوه انا قصدها. يعني برضك سبتني ورحت لها؟ وانت جابوسي وانا رايح الجونه يا بنت، انا رايح جونة. انت بتعمل ايه ليه؟ كبير كفايه هري كتير. يلا يلا كبير. يلا.